السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم فيديو من نوع جديد، سأستعرض لكم قصة حقيقية حدثت بالأمس عن فتاة مسلمة وقفت أمام سيارة الرئيس ماكرون أثناء مروره بالشارع. وعندما وقفت هذه الفتاة نزل الحراس وألقوا القبض عليها وفتشوا كل أغراضها وسألوها ليه أنتي واقفة بالمنظر ده. قالت أنا مش عايزة أي حاجة، أنتوا ليه بتفتشوا في أغراضي؟ أنا كل اللي محتاجاه أني محتاجة أتكلم مع الرئيس ماكرون. سمعها الرئيس ماكرون وهو قاعد في عربيته ونده لها وسألها أنتي عايزة إيه. بدأت تتكلم معاه وتقوله أنا عايزة أسألك على حاجة. أولا أنا فتاة فرنسية مسلمة وأهلي مسلمين، وحضرتك مش بس قمت بالإساءة إلى الرسول المسلم اللي أصلا ذكر في دينك المسيحية الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حضرتك بس مش بس كمان غلطت فيه، انت كمان غلطت في الديانة نفسها. هل يجوز لأي حد ان يغلط في ديانة حد؟ مش بس كده، هل سمعت في يوم من الأيام ان احد المسلمين غلط في الديانة المسيحية؟ طبعا لأ، وده عمره ما هيحصل، لان احنا كمسلمين امرنا ان احنا نحترم رسولنا الكريم، وكمان امرنا ان احنا نحترم جميع الرسل. وحضرتك كده غلطت واهنت الرسول، وانت كمان تشددت في ده. والفتاة كانت خلاص هتمد ايدها عليه، بس الرئيس مسك ايديها بشدة وربط على الامن، وعلى الفور طبعا دخل الامن، وبعد كده قاموا بابعاد الفتاة. والرئيس ماكرون ركب السيارة بتاعته وقال للسواق بتاعه ينطلق ويغادر المكان دوت، وبالفعل غادر المكان. والواقعة دي انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وقناة البي بي سي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.